هل تمزون الفرح والمطر في نايحين؟ ما الفالس مو مسمى طيوفه كافيات؟ الله يصلح ما الفنا على مر السنين ويجعله يتبع دروب المراجل والثبات. هل تمزون الفرح والمطر في نايحين؟ ما الفالس مو مسمى طيوفة كافية؟ الله يصلح ما الفنا على مر السنين ويجعله يتبع دروب المراجل والثبات. الله يخليك للاستماع حياها من نايحة. الله يخليك لأمك هي الدرع الحصين بعد صبر نالت حياها من نايحة. يا رب وسح الموسيقى هذه النسخة للاستماع فقط يوم استخدام يا رياض منها النصيحة لك الدرع المتين وشمم شب المراجل فعول الفرحة وأبو قصوين بن عياد دروب الغانم فعلهم شي يقرم باسمه فعول وافيه لك عمام طيبهم شمس لو غبت تبين هجوه الطيب اهدمهم حالها قوي صايبه لك خوال بالشدايه تزين كل شي فكوح بلا الشداد وبهم اقوى الصفايا لك خوال بالشدايه تزين كل شي فكوح بلا الشداد وبهم اقوى الصفايا لك رجال انت ردح يا ظلم شر الشدا يدفع صور ماضية جدك عيات زرع الطيب ومقدرة ثمين بين ناس مجادهم بالمكارم باقية في حان والكل يدعي عسى المولى يعين يرزقه من طيب فعله جنان وارضى يا رياف يلي باسمك مكانة تكتبين فينا ميثاق الفرح والليالي شاهدة تم التسجيل والمساجد في استديوهات هذه النسخة للاستماع الله يرزق من لفانا دروب الياسمين اقراه الطاغي علينا على مر العين هل تمزون الفرح والمطر في نايحين من الفالس مو مسمى طيوفة كافية الله يصلح من لفانا على مر السنين ويجعله يتبع دروب المراجل والثقات ثلاثة ثلاثة أربعة ثمانية صفر اثنان واحد أو من خلال الكلمة الله يخليك لأمك هي الدرع الحصين بعد صبر نالت حياها من نايلة يا رياض خذ هالنصيحة لك الدرع المتين وامشي ممشى بالمراجل فعول الوافية يا رياض خذ هالنصيحة لك الدرع المتين وامشي ممشى بالمراجل فعول الوافية الله أبوك سويل أفراح العروسين هذه النسخة للإجتماع فقط يوم استقبال الحب مع الشدايد تزين كل شيء أفراح العروسين بالزفات والشدد والقصائد وسحب الموسيقى هذه النسخة للإجتماع فقط يوم استقبال الحب وللطلب بدون حدود أو الاستفسار التواصل على جوال 05-3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 
منطقي.